نحن عندنا هدف ورسالة واحدة، أنه هذه المدينة شبابها ما راح يتركوها، لولا الشباب ولولا أصرارهم وإرادتهم بالعمل ما كان مدينتنا وصلت لهذا الحد. طبعاً نشكر هذه الجهود، هاي الشباب المتطوعة من أجل مدينة أنظف، من أجل مدينة أجمل، إن دل على شيء يدل على صفاء نية الشباب في داخلهم دافع من أجل المحافظة على المدينة. الهدف منها هي نجعل الموصل كما كان، وترجع الموصل نظيفة وأنظف مدينة، حتى ترجع حلة أم الربيعين لمثل ما كانت. شكراً لخلية الرحمة، شكراً لخلية هذه المدينة التي حملت هم المدينة، شكراً للقوات الأمنية، شكراً لكل يد تساهم، شكراً للشباب، شكراً للكبار، للصغار، للنساء، شكراً للجميع بأن يحملوا هم محافظة نينوى ومدينة الموصل. ها هي يعني مدينة الموصل، وهؤلاء هم شباب مدينة الموصل. اليوم انطلق يعني مجموعة من أهالي مدينة الموصل والفرق التطوعية والقوات الأمنية كلها إلى الشوارع نفير عام لحل مشكلة تفشي ظاهرة يعني مكبات النفايات. أي والله جينا تطوعنا ننظف مدينتنا والمواصل معنا الحبيبة أم الخيرات، والدافع اللي خلانا نحن نشتغل حتى ننظف مدينتنا هو الحب للمدينة والانتماء لها. هاي مدينتنا احنا بدينا ننظفها، واحنا بدينا نخليها تتعمر، واحنا بدينا نخليها تكون احسن المدن. هدفي اليوم من طلعته انه نخلي مدينتنا اجمل، وهذا اقل واجب ممكن نقدمه تجاه المدينة، احنا لازم نحافظ عليها. اذا اهل الموصل هي ما طلعوا وشاركوا بهاي الحملة ما حد ما راح يجي، احنا لازم نطلع ونشارك ونحافظ على مدينتنا. Thank you.